عشان الناس تعرف، اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت ممكن يا كريمة تقول لنا كده، او انا اقول. اتفضل. هو احنا كنا بنتكلم على فكرة انه في كتير من دور الايتام بتشتغل على فكرة ان الولد او البنت يوصل 18 سنة ده كده خلاص ما بقاش طفل وبنقول له بالسلامة، في حين انه القانون بيتكلم على انه بيوصل ل 18 سنة هو مش طفل، ما ينفعش يقعد في دار الايتام مع الاطفال والبيبيهات والحفاضات والعياط والكلام ده، لكن ده الوقت اللي بينتقل بحاجة اسمها الرعاية اللاحقة، ده طبقا للقانون. فالرعاية اللاحقة دي اللي هي الدار اللي بيبقى عندها دار ايتام، المفروض يبقى عندها ملحق، يا اما عدد من الشقق، يا اما لو الامكانيات كويسة تبني عمارة علشان ننقل الولاد والبنات اللي كبروا دول في شقق، يبدأوا يتعودوا على انهم يواجهوا الحياة، فيتمرنوا على السوق، ينزلوا شغل، اللي خد دبلوم يشتغل، اللي هيكمل الجامعه يكمل. الكلام ده طبعا لان في مش كل الدور عندها نفس الامكانيات او تقدر تحصل على نفس التبرعات، فكتير من ولادنا بيواجهوا مشاكل ضخمه جدا لان الدار ما بتبقاش قادره تقدم لهم الدعم ده. رغم ان القانون بيقول حاجات كويسه جدا استاذه نهاد في الجزئيه دي، انه مجرد ما بينتقل للمبنى الملحق ده اللي هي الرعايه اللاحقه، انه بيشتغل وبيساهم في ايجار هذا المكان اللي هو موجود فيه، يعني بيدفع في نفقاته وفي نفس الوقت بيتاهل للحياه واحده واحده لحد البنت ما تتجوز الجوازه اللي تتناسب معاها ومع كل الامكانيات اللي هي محتاجاها في زوج، او تشتغل او تقف على رجليها وتشتغل او اي كان يعني، والولد والولد لحد ما هو كمان يشتغل ويطلع يقف على رجله، يعني الموضوع ما فيهوش خساره كبيره يعني. لكن اللي بيحصل عكس كده. بصي هقولك على حاجه، احنا لازم نفرق ما بين حاجتين، حاجه ليها علاقه ان كان في الدار فساد، بمعنى ان بيجي لها تبرعات كتيره قوي لكنها بتروح في مصارف ما هياش منضبطه، او انه الدار ما بتعرفش تسوق نفسها كويس وبالتالي هي ما عندهاش تبرعات كفايه وما عندهاش موارد كفايه حتى تقدر تقضي على احتياجات الولاد اللي عندها. عندها موارد كفايه بس ما عندهاش رقابه على الموارد الماليه بتاعتها. ما هو ده اللي انا بقوله، اللي هو انت عندك سكتين، ما فيش رقابه، يعني يا اما سوء اداريه يا اما فساد. طب احنا عندنا حاجه مهمه في النائب العام. بالظبط. يعني احنا عايزين نقول ان ايه الجزء بقى اللي تم انشاؤه من سنه 2020، يعني بقى له دلوقتي سنتين مفعل وبيقدم تقارير، وبايه دوره بالظبط خاص بالمنشآت. بصي هو في حاجه حلوه جدا حصلت على مستوى مكتب النائب العام وعلى مستوى وزاره التضامن. تمام، نبتدي بالنائب العام. في مكتب النائب العام بقى عندنا اللي هو مكتب حمايه الطفل بالنيابه العامه. المكتب ده انشئ في 2020، انشاه حماده بيصاوي النائب العام وبيرأسه دلوقتي حسام بيه شاكر، والحقيقه عاملين شغل رائع. اصلا في قرار انشائه بيتكلم على انه شغل المكتب ده انه يشرف على نيابات الطفل ويرصد كل المشكلات العمليه اللي بتقابلها نيابات الطفل في التعامل في القضايا اللي يكون فيها طرف طفل. كمان تراجع القضايا كلها ويشوفوا الاحكام، يعني نوع من التحليل علشان يقدروا يوصلوا انه هل محاكم الطفل بتعمل شغل كويس، هل بيئه وجود يعني الدعاوى دي اللي بيبقى فيها دعوة دي طفل، وجود الطفل فيها بيمكنه ان هو يوصل للعداله بشكل حقيقي ولا لا، وده بيجي من تحليل القضايا. طبعا اتخاذ التدابير اللي ليها علاقه بحمايه الطفل، يعني لو الطفل ده بيتعرض للخطر او للاهمال او اتخطف او كل الاجراءات دي ناخده نوديه فين او نعمل ايه. التدابير دي اللي منها ايداعه يا اما في دور الرعايه يا اما في دور اللي هي الاصلاح بقى لو عليه حكم جنائي، لكن لو طفل ما عملش جريمه لكنه معرض لخطر بالظبط بيتحط في الرعايه. وبالتالي استكمال لدور المكتب ده انه يشرف على دور الرعايه. والحقيقه الاشراف اللي حصل على دور الرعايه هو اللي افرز اللي احنا بنقوله ده، الفرق ما بين الدور اللي فيها فساد او فيها استغلال سواء مالي او استغلال للاطفال، او الدور اللي عندها مشاكل تحديات، بمعنى ما عندهاش تمويل، ما عندهاش كوادر، ايه اللي محتاج الدعم وايه اللي محتاج السجن، وايه اللي اتطبق فيه. هل يا ترى ظهر في خلال السنتين دول من خلال المتابعه اللي بيقوم بيها المكتب لظهرت نوعيه قضايا معينه؟ هل تم اتخاذ اجراءات معينه؟ ايه الاجراءات لو في فساد بيعملوا ايه؟ هل بيتصل لغلق الدار ولا لا؟ ما يوصلش ابدا لغلق الدار، لكن دي انت مش هتعاقبي الاطفال، انما بيتقبض على كل اللي في الدار ويعمل. وهنا
ده التعامل او التواصل مع وزاره التضامن. بالضبط. ان وزاره التضامن تعمل احلال لكوادر كويسه، لكن الكوادر الاجراميه بيتم القبض عليها والتحقيق فيها. واحنا سمعنا يعني في قضيه لرجل اعمال شهير جدا عامل دار، دي احد القضايا اللي فجرها مكتب حمايه الطفل، وقضايا تانية كتير. يعني مثلا بناء على التقرير اللي طلع من المكتب ده بيقول ان تم تفتيش 85 مؤسسة ودار ومركز طبي للأطفال المعصور عليهم بإجمالي 2556 طفل. طب ايه اللي حصل في ده في 20 وهو لسه الإدارة دي منشأة؟ في 21 وصل تفتيش تاني 106 دار ومركز طبي للأطفال، وورد لمكتب حماية الطفل 698 بلاغ. ده مش رقم قليل، ده مش قليل أبدا، سواء من دور يعني عارفة كل بقى التتبع كمان كنت تلاقي إيه، إن حد ينزل فيديو على أطفال بيتم التعامل معهم بعنف في دار أو مش عارفة إيه. كل ده تم تتبعه وتم، فأقولك في قضايا اتحركت وتم القبض على الناس واحتجزوا والتحقيق معاهم وأحيلوا لمحكمة الجنايات في الفترة من يناير بقى لأكتوبر 596 بلاغ اتخذ ضدهم كل الإجراءات، والتفتيش ده ادى زي ما قلت كده وقائع جنائية متعددة، منها استعمال القسوة أو شبهة استغلال الجنسي، الإتجار بالبشر، وجود أغذية غير صالحة بتقدم للأطفال وهكذا. طيب. ده اللي حصل على مستوى مكتب النائب العام. طيب على مستوى التضامن. طب قبل ما